حبيت أجي اليوم فيستيفال علشان سمعت عنه من أهلي يعني كانوا جايين قبل وأصدقائي، والصراحة حيل مستانسة بوجودي بهالمكان، حيل حلو، فعاليات حيل حلوة، ألعاب متنوعة وناسة. مال جميل ومناسب لكل الفئات العمرية واستانسوا الأطفال فيه، وأنصح كل واحد يجي هنا ويغير جو. This is our first time to visit the festival, so this is the second year, so it's amazing. It's very pretty. The place is huge, and a lot of people now is visiting. الأجواء طيبة ولطيفة، الحضور زين. نتمنى أن تكون يعني أزيد فعاليات للأطفال لأن ما عندنا محل نوديهم. وزارة السياحة جدا كانت متعاونة، التنظيم جدا متقن، كل شيء الحمد لله تمام وأكثر، وإن شاء الله إن شاء الله يكون لي مشاركات بعد في فعاليات قادمة بإذن الله. المكان وايد حلو ويتناسب مع الكبار ومع الصغار، وبعد الأسعار يعني زينة نوعا ما. احنا تذكرة الدخول تكون الدينارين حق الفستيفال سيتي، التذكرة تكون بس حق الدخول. من عقبها عقب ما ندش داخل في عندنا البوث توكنز، بيكون في اكثر من بوث واحد. التوكنز يكون الواحدة بخمس ربيات، التوكن تكون حق الالعاب اللي داخل كلهم. الالعاب تختلف اسعارهم، عندنا العاب من دينارين وليه توصل لسبعة دينار.